الحومة القديمة حومة الرجال ونسى الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم. أعزائي المستمعين، طاب صباحكم وأهلا وسهلا بحضراتكم لعدد جديد من برنامج الحومة القديمة. عدد اليوم غادي نتوقفوا من خلاله كيف تمت الإشارة قبل قليل من خلال برنامج فن الموهوب. غادي نتوقفوا اليوم صحبتكم عند أحد الكتب القيمة اللي تناولت تاريخ مدينة مراكش. كنتحدث على كتاب مراكش من التأسيس إلى الحماية، مراكش دي زوريجين جوسكا 1912، لصاحبه الباحث الفرنسي غاستون دو فيردان. وحول هذا المؤلف تناولوا في إطار جامعي الأستاذ مصطفى عيشان وثلة من الطلبة ديالو لمستوى الإجازة، بحيث تم تحويل معطيات الكتاب التاريخية الآليات للعمل الجغرافي عبر فهرسة محتوى الكتاب، حيث تم تصنيفه لواحد المجموعة من الحقول من قبيل حقل الأبواب، حقل الحومات، حقل التاريخ، الأودية، الجبال، المواقع الجغرافية، الأسر الحاكمة للدولة المغربية في ارتباطهم بمدينة مراكش من مرابطين وموحدين، مرورا بالأسرة السعدية ومتوقفين عند الأسرة العلوية. وكتجدر الإشارة إلى أن فريق العمل تناول كتاب غاستون دو فيردان في ترجمته العربية اللي قام بها كل من الأساتذة الأستاذ سي محمد الزقراوي والأستاذ خالد المعزوزي. إليكم أعزائي المستمعين هذا الجزء الأول من لقاء البرنامج بالأستاذ الباحث مصطفى عيشان وبعض طلبة سلك الإجازة. كنذكر بعضهن: الطالبة بابيت خديجة، الطالبة دنيا حميلي، الطالبة مريم مستور، الطالبة سحر عويني. على أمل أعزائي المستمعين أننا نكمل ما جاء في حديث ضيوف البرنامج في حلقات الأسبوع المقبل، فأهلا وسهلا بحضراتكم. Oh,
تعيش انا وفريق العمل المرافق لك واحد التله من الطالبات. اهلا وسهلا بكم على اثير اذاعه مراكش. مرحبا بالمستمعين في إطار انفتاح الجامعة على محيطها والتعريف بمنتجات طلبة جامعة القاضي عياد. نلتقي اليوم لتسليط الضوء على عمل قام به مجموعة من طالبات شعبة الجغرافية. يتعلق الأمر بفهرسة كتاب غاستون دو فيردان تاريخ مراكش من التأسيس إلى الحماية 1912، ترجمة الأستاذان محمد زكراوي وخالد المعزوزي. هذا العمل نريد من خلاله أن نسهل عملية قراءة هذا الكتاب، واستهدفنا بذلك تشجيع القارئ على الاطلاع على ذاكرة مراكش. فبالتالي قمنا بعملية منهجية، حاولنا في بداية أن نعطي للطالبات قراءة الكتاب ككل، ثم الاستعانة بالتكنولوجيا أي الحاسوب والآليات الكارتوغرافية لإخراج عمل انطلاقا من هذا الكتاب ليكون عمل جغرافي، أي من عمل كتاب مؤرخ إلى منتوج جغرافي. وبالتالي حين نحن نعرف بأن الفهرسة من الأشياء المهمة جدا، غادي يحاولوا يتكلموا عليها الطالبات، وغادي يتكلموا على الطريقة اللي اشتغلوا بها والنتائج اللي خرجوا بها. وكذلك يعني هذا عمل تقريبا من الأعمال الأولى بالنسبة للطلبة ديال الجغرافية. عادة كانوا كيشتغلوا على المجال طلبة ديال الإجازة ولا أكثر من الإجازة؟ طلبة الإجازة ديال الجغرافية. وحاولنا باش يكونوا طلبة ماشي ولاد مراكش، باش يمكن نشوفوا الرؤية نتاعهم لمراكش. الآن ولاو كيعرفوا مراكش ربما أكثر من المراكشيين، إذا بالتالي هذا غادي يدفع المراكشيين باش يتاو ما يقراوا الكتاب ويتعرفوا على الحومات نتاعو اللي كيتكلم عليهم الكتاب، وعلى الأبواب، وعلى واحد المجموعة نتاع المعالم اللي كيتكلم على هذا الكتاب هذا. فهذا الكتاب هذا كيحتوي تقريبا واحد 900 صفحة، وإلا بغى الشخص يقراه تيخصو واحد الوقت كبير بزاف. إذن الآن في إطار القراءة السريعة، يعني هذه التقنية اللي داروه هما تاع الفهرسة، تيمكن لأي واحد. إذا ممكن نشرحوا السادة المستمعين هذا المصطلح الفهرسة. الفهرسة، إذن بالتالي شي وحدة يمكن لها. نعم. السلام عليكم بالناس المستمعين، ونتشكر بزاف. مرحبا. الأستاذ الملحوني على الاستضافة. الاسم بابيت خديجة. اليوم بغيت نتقدم على تعريف من بسيط مدينة على من مدينة العيون. اليوم نتقدم بتعريف بسيط فقط لعلم الفهرسة، لأن الفهرسة هي علم شاسع. علم الفهرسة علم تجمع فيه أسماء الكتب والعلوم والمؤلفين، كما أنه من ناحية أخرى يقوم بجمع المعلومات والمواضيع والمسائل بصور شتى وترتيبها ترتيبا خاصا، حتى يتمكن المرء من الوصول إليها عند اتباعه المناهج الخاصة بالفهرسة. يعني ذلك أن الفهرسة هي علم يسهل وييسر وصول المعلومات إلى القارئ. وكما نعلم أن مجموعة من الكتب لم يطلع عليها القراء نظرا للكم، والفهرسة بطريقتها تيسر وصول المعلومات عن طريق جمع المعلومات بطريقة استقصائية علمية. نعم، يعني أنا ربما على ما فهمت على أنكم قمتوا بفهرسة لمجموعة من الكتب اللي تناولت مدينة مراكش بالبحث. كتاب واحد ديال غاستون دو فيردان اللي هو تاريخ مراكش دي زوريجين جوسكا 1900، واشتغلوا عليه من شهر شتنبر إلى البارحة تقريبا. نعم، شتنبر 2014. نعم تقريبا سنة من العالم. ممكن يعني في لمحة يعني سريعة، يعني ما أهم خلاصة الفهرسة اللي نتجت على الكتاب ديال دو فيردان؟ الخلاصة اللي استنتجناها من كتاب غاستون دو فيردان هي أننا اكتشفنا أن مجموعة من الأبواب أنها كاينة في مراكش والناس ما كيعرفوهاش، وكاين مثلا أبواب أنها كانت في مراكش وما بقاتش، مثلا باب الغدر. باب الغدر مجموعة من الناس ما كيعرفوهاش. نعم.
ومجموعه من الابواب اخرى كاينه في مراكش غير معروفه، مثلا باب الصالحه والى اخره من الابواب اللي احنا اكتشفناها في الكتاب. واستنتجنا وكما يذكر الكتاب حومات مراكش، ومعلومات جد دقيقه عن تاريخ المغرب، وهذا الكتاب مهم جدا بالنسبه لنا احنا كمغاربه. نعم، كاين شي اضافه فيما يخص الفهرسه ديال الكتاب؟ السلام عليكم، معكم طالبه دنيا احمالي. انا طالبه من السلك الثالث من الاجازه جامعه القاضي عياد. كنشكركم اولا على الاستضافه والفرصه اللي منحتوا لنا اننا نوريو للناس هذا العمل اللي خدمناه، لانه عمل مهم جدا، خص غير الناس يطلعوا عليه باش يعرفوا الاهميه ديالو. نعم. اذا وكتتم هذا الشيء اللي قالت الزميله ديالي، حنايا اكتشفنا درنا على واحد الاستطلاع بسيط للساكنه ديال مراكش، يعني استهدفنا الساكنه كيف ما قلت، استهدفنا الساكنه الاصليه ديال مراكش من شيوخ وموظفين، يعني مراكشيين فغي حقيقيين. ولكن اشنو اللي اكتشفنا من هذا الاستطلاع؟ ان الناس ما تيعرفوش، ما مطلعينش على التاريخ ديال المدينه، ما تيعرفوش بزاف عليها. وهذا الشيء اللي خرجنا من الفهرسه، اننا اكتشفنا شي ابواب ما كيعرفوهمش الناس، لدرجه انه تيجهل المكان ديالو وما تيعرفوهمش فين جاو كاع. سميت قبل قليل تكلمت لي على باب الخضر ثم باب الصالحة، إلى ممكن الأبواب اللي الآن لا وجود لها وغاستون دو فيردان تكلم عليها إلى جانب باب الغدر. حنايا عندنا لائحة توصلنا بها، مثلا باب الأكابر ما تعرفوش الناس، باب الرواح، باب الريح، ما تعرفوش الناس الأماكن ديالهم فين كاينين. يعني أكثر من ذلك، يعني كان عندنا تلخيص نتاع الكتاب، بحيث أن الكتاب اللي فيه واحد 900 ديال لي باج تيصبح مثلا في واحد 10 نتاع لي باج، بحيث ان الانسان تيمكن له يطلع على الملخص، ومن خلال الملخص العمل اللي مهم اكثر، وهو تبويب تكنولوجي للعمليه، بحيث عندهم واحد الاكسل اللي صاوبوا، اللي من بعد غادي يدوز لواحد المرحله اخرى باش تخرج منه واحد سي دي انتراكتيف، على اساس انك تبغي كلمه كيف ما كان نوعها. نفترضوا مثلا القصبه، غيتولي كتعرف فين تكلم فيها في الجزء الاول، فين تكلم فيها في الجزء الثاني، وفاش من سطر الى اخره. وبالتالي كتمشي مباشره لجميع ما قال دو فيردان على القصبه مثلا. الوغ هنايا خرجنا اكثر من ذلك بواحد الخريطه. الخريطه باش نشرح لك كيفاش دايره المساله، ولكن تنتمنى انهم هما اللي يتكلموا. باش يمكن تكون عندهم المساله. نفترضوا المهم، ولكن هذه الخريطه مازال تيخصها واحد شويه نتاع التصحيح في هذه المرحله، هذه تجي المرحله الاخرانيه نتاعها. نفترضوا مثلا على انني بغيت نشتغل على حمام الحومات. نعم. الا بغيت نعرف الحومات اللي تكلم عليهم بشكل كبير دو فيردان، غادي نلقى مثلا على انه الحومه نتاع المفتاح ديال الخريطه. نعم. تتكلم فيها اكثر من 100 مره تذكرت هذه الكلمه هذه. نعم. هذه الحومه. وبالتالي كيبان نيت من هنا كنستخلصوا ديك الفكره اللي كنا كنقولوا نتاع الحومه المدينه، الثقل نتاعها حتى على مستوى التاريخي كاين ولا مستوى الكتابه. جميل. وهذا ما انا الان تنأكد على انه نهار كنا في القصبه. نعم. وان كان يعني انت ولد القصبه. تيبان بالملموس على انه القصبه الان بين اكثر الحومات اللي وردات في دوفيردان. ومثلا ملي غادي نجي نلقى واحد المسين مثلا والملاح، هما تذكروا ما بين 100 ما بين 10 و 100 مره. مرة. نعم. وعندي مثلا دار الدباغ وباب دكوالا، هذو هما الحومات اللي تذكروا اكثر، بينما الحومات الاخرين. نعم. كان الذكر تاعهم اقل من 10. الى مدى يعزى ذلك؟ الى مدى يعزى ذلك؟ يعزى الى اشياء متعدده. كاين الفرضيه نتاعت المراجع، ان الكاتب في حد ذاته اهتم بالملاح، وحينما نعرف مثلا بالنسبه لنا الملاح ولا الساكنه نتاعته شكون هي. نعم. وانها اصلا كانت في المواسين، يعني احتمال انه الكاتب يهتم بهذه الجاليه من قبل. نعم. فوالا، اذا هذا احتمال، ولكن تيخصو يعني يتعاود النظر. نعم. ويمكن نشتغلوا على كيفاش هذا السيد هذا اشتغل، هو في حد ذاته شكون هو. وماذا بيا ان وحده من الطالبات تعرفنا بشكون هو غاستون دي فيردان. شكون هو؟ من هو غاستون دي فيردان؟ السلام عليكم. معك مريم مستور من مراكش. نعم. شعبة الجغرافيا. نعم. احنا اليوم اول حاجة كنشكرك. مرحبا. على هذه الاستضافة، وكنشكروا الاستاذ عيشان. نعم. ومن هذا المنبر
راه من زهركم عطاكم الله سي عيشه لانه خليه نحل متنقله. استاذ عيشان حنايا كنصفوه بالمدرسه العيشانيه. تيتمثل في المدرسه العيشانيه. انا غنهضر على غاستون دو فيردان. غاستون دو فيردان صاحب الكتاب اللي اشتغلنا عليه. مولده في 11 يونيو 1906 بقريه بورج بوعريج من ولايه قسطنطينيه بالقطر الجزائري. رحل به أبوه إلى مدينة سطات بالمغرب وتقع بين مراكش والدار البيضاء، وتابع تعليمه الابتدائي والثانوي وحصل على شهادة البكالوريا. التحق بكلية الحقوق بالجزائر وحصل بها على إجازة في العربية ليكمل دراسته بالجامعة بجامعة بوردو بفرنسا، وهناك حصل على إجازة أولى في الآداب، وظل بين التدريس والتحصيل لاستكمال إجازته في الآداب من جامع بوردو، وظل منخرطا في سلك تدريس أعني بجمع الأخبار عن مراكش إلى أن اجتمع له منها ما أهله لمناقشة أطروحة الدكتوراه. لم يشتهر مما خلفه دو فيردان سوى كتابين اثنين في تاريخ مراكش، ولا بأس من الإشارة ضمن هذا المجال بالذات، وهما تاريخ مراكش من التأسيس إلى الحماية الجزء الأول والثاني. يعني الكتاب اللي اشتغلنا عليه احنا الآن. الكتاب هو باش دار الدكتوراه ديالو؟ لا سيشان هو باش دار الدكتوراه. هو باش دكتوراه. والكتاب الثاني النقوش العربية بمراكش. دور كتاب تاني يعني واشتغل على جوج كتب. نعم سي عيشان، الى ماذا يعزى يعني اهتمام غاستون دو فيردان بهذا الارث التاريخي واللي كيتعتبر الان من المراجع المهمه جدا اللي تكتبت على تاريخ مدينه مراكش؟ احنا بالنسبه لنا كان بين الفتره فاش جا هو كيف قالوا يعني كان بعد ملي كان قبل ما يبدا تجمع واحد العدد ديال الوثائق وحاول ما امكن باش يجسدها على مستوى العمل الميداني. نعم. هذاك المؤرخ اللي قام حتى بالعمل تاع الجغرافي. نعم. وهنا كتجي الاهميه ديال دو فيردان والاهميه تاع الكتاب نتاعو. نعم. لانه من بعد من 59 ل 58 فاش تطبع الكتاب نتاعو كمل، كنجيو حتى 2012 باش كيعاود يتترجم الكتاب نتاعو، ولكن احنا كمغاربه مازال ما استوعبناش مزيان المضمون. واكيد ان هناك ابحاث اللي اعتمدت عليه وزادت لقدام بحال الكتاب ديال الصرابطة الدين في زمان مراكش في زمان الموحدين، ولكن احنا بالنسبه لنا هو تيغطي واحد الفتره كبيره بزاف وفيه معلومات يعني كثيره، وهنا كتجي الاهميه تاع هذا الكتاب هذا. وبالتالي بغيت انا مثلا على مستوى التواريخ ولا اللي كاينين في الكتاب غادي نلاحظوا بانه تواريخ مهمه جدا، بحيث انه ذكر لنا تواريخ تاعهم الزمن المرابطي واحد العدد ديال المرات. يمكن شي وحده من الطالبات تتكلم على هذا الموضوع. مقربي لك لو ميكرو. السلام عليكم. معك سحر عويني من مدينه العيون. انا اول ما يعني ما عرفت انني عندي الاجازه هذا العام من العام اللي فات، وانا يعني نتشد انني نشد البحث ديالي مع الاستاذ عيشه. لاحقاش يعني ما حتى شي استاذ في ديك لافاك بكل تواضع ما عجبني انني نخدم مع اكثر من الاستاذ ديالي عيشان، لانه صراحه ضاف شي حاجه جديده للجغرافيا. حنا كنا كنعرفوا على البحوث بوح، ولكن باش تجي انك تربط التاريخ بالجغرافيا وترجع الناس للذاكره وتحفزهم على انهم يدرسوا التاريخ ديالهم ويعرفوا عليه اشياء جديده، يعني انك كتحيي التراث. وبالنسبة للكتاب اللي اشتغلنا عليه، لقينا بأن الكاتب غوستون دي فيردان كيهضر على مراكش في فترات متعددة، يعني أنه كيذكر التواريخ من التأسيس حتى الحماية. وكنلقاو بأنه أكثر فترات مذكورين في الكتاب هي فترة العلويين، حيث أنها ذكرها في الكتاب ب 236 مرة. التاريخ مضبوط 236 مرة كيذكر فيها، حيث تقولي لي 286 مرة بمعنى 36 مرة بمعنى 236 تاريخ. وكل تاريخ عنده الحدث ديالو. نعم. فترة العلويين، وكترجع لأن خدات حصة الأسد كي كنقولوا، لأن الكتاب تم الصدور ديالو في الفترة العلوية. نعم. من بعد كيهضر بعد ذلك على الفترة ديال السعديين اللي تذكرت في الكتاب 178 مرة. يعني تليها بعد ذلك الفترة ديال الموحدين ب 145 تاريخ، ثم فترة المارينيين ب 99 تاريخ، لتكون بعد ذلك الفترة المرابطية ب 76 تاريخ. نعم. نعم.
يعني هاد الشيء يعني هاد التواريخ كاملين حنا خدمناهم على شكل مبيان باش نبينوا للناس اننا انتقلنا من التاريخ للجغرافيا. جميل. يعني من التاريخ للجغرافيا. نعم. سعيشة. بالنسبة لنا يعني كاين اشياء اخرى وهو حاولوا ما امكن باش يعطيونا بعض المعطيات المرتبطة بالجغرافيا، اي كل ما الاماكن سواء حومات سواء أودية جبال إلى آخره، خرجوا ما أمكن المظاهر الجغرافية من خلال هذا الكتاب اللي هو ديال التاريخ. وهنا تنطلب من شي وحدة من الطالبات باش تكلم لنا مثلا على المقارنة نتاع المدن ولا عدد نتاعها أو المدن، المدن اللي تذكرات أو نعم أو الأودية أو مختلف النتائج. مختلف النتائج. نعم. اولا السلام عليكم، كنشكرك الاستاذ انس الملحوني على الاستضافه ديالك، وكنشكروا بزاف الاستاذ عيشان اللي عطانا هذه الفرصه. صحيح. واعتبرنا اننا طلبوا وجابنا باش اننا نديروا موضوع جديد وعطانا هذه الفرصه فاش نقدموا ريوسنا ونديروا شحال من حاجه اللي اصلا كنا حنا تنديروا مواضيع يعني فهمتي ما كاينينش، كاينين ديجا ولكن حنا مع الاستاذ عيشان تعرفنا على هذا الموضوع الجديد اللي هو موضوع الفهرسه، ودخلنا فيه الجغرافيا التاريخيه، يعني ربطنا ما بين الجغرافيا وما بين التاريخ. والمظاهر ديال الجغرافيا التاريخيه في الكتاب ديال دوفيردان، يعني تاريخ مراكش من التاسيس الى الحمايه، كتجلى هذه المظاهر اساسا فان دوفيردان دار دراسه دقيقه لموقع مراكش في جوانبه الطبيعيه، فقد أحسن المرابطيون الاختيار إذ لم يسقطوا في خطأ سابقهم ممن بنوا المنطقة، يعني أنهم هما شدوا من الموحدين شدوا المنطقة لأكثر اللي غادي يبسطوا فيها السلطة ديالهم والحكم. تتكلم على المرابطين الآن. المرابطين يعني شدوا واحد المنطقة اللي غادي يبسطوا فيها الحكم ديالهم ويقدروا يديروا السلطة بشكل سلس، وشدوا منطقة مراكش اللي كتعتبر من أكثر المناطق الغنية بالموقع ديالها الطبيعي بالموقع. وين كان في البداية خداو غمات. عاد بتجي المرحلة الثانية مراكش. نعم. وعاد باش تطرق الكاتب دوفيردان المرحلة ديال الجانب الآخر هو الجانب الهندسي المعماري، فالمتجلي فأن المرابطين داروا واحد تصميم وهو سماه تصميم البرتغالي، وهذاك التصميم بقى على حاله من المرابطين حتى العلويين يعني حتى الأسرة الحاكمة الآن، وبقى يعني ذاك التصميم هو تصميم داروه المرابطين باش أنهم يبسطوا الحكم ديالهم وباش يعني باش يلقاو مثلا الطرق. فاش قصة عيشان هنا بالتصميم التصميم ديال المدينة، تصميم المدينة يعني تمددت وتطورت. التصميم ديال المدينة يعني تصميم داروا برتغالي وسموه من ديك الساعة التصميم البرتغالي باش نتكلموا على السور ولا على المدينة؟ هذيك جات من بعد. قرب الميكرو سي عيشان. هذيك جات من بعد. اللي هي؟ فهمتي؟ لأنه المدينة كانت يعني المهم هما عندهم في البداية هو الموقع. الموقع باش عاد من بعد تطورات فاش يتحكموا في الممرات في اتجاه الأطلس. نعم. بالضرورة يعني الهدف ديالهم الأول هو التحكم بالممرات اللي كاينة في الأطلس. نعم. تندو على الأطلس الكبير. كبير. كبير. نعم. إضافة لهذا اللي تناولنا من الزميلات ديالنا، خدرنا نموذج الاحصائيات اللي حصلنا عليها من الكتاب ديال دوفيردان. هاد الاحصائيات كتهم الاحصائيات اللي متعلقه غير بالجغرافيا. نعم. غير نماذج قلال يعني خدينا مراكش، انا عطينا نموذج مراكش. نعم. درنا من خلال الاحصائيات اللي درنا ان مدينه مراكش تكررت في الكتاب بنسبه 38% اللي تذكرت مراكش من بين المدن الاخرى. نعم. أنا مراكش تذكرت 38 مرة بين المدن الأخرى، وهذا الشيء درناه كيتوضح من خلال مبيان خدمنا على مبيانات اللي تيجي من وراها. درنا من وراها المناطق اللي ذكرت في الكتاب، خدينا منطقة الحوز كنموذج حيت أصلا الكتاب كيهضر على مراكش، ودرنا مع الحوز أنه ناحية من مراكش. ذكرت أن منطقة الحوز ذكرت بنسبة 18% بالمقارنة مع باقي المناطق والأقاليم أخرى. نعم. وخدينا نموذج على الأحواض والأودية. نعم. خدينا الحوض ديال تانسيفت والتانسيفت أنها تكررت في الكتاب بنسبة 19% مقارنة مع الويديا الأخرى. نعم. وخدينا نموذج ديال المغرب
الدول خدينا المغرب كدولة، أن يتضح أنها تكررت في الكتاب بنسبة 38% كأعلى نسبة بالمقارنة مع باقي المدن التي وردت في الكتاب. لا تنتكلمي لي الآن على المغرب. خدينا المغرب كدولة. يعني أن الكتاب كانوا فيه بزاف ديال الدول شامل فرنسا ألمانيا. قربي الميكرو. يعني ان الكتاب ذكر بزاف ديال الدول، اهتم بالبرتغال، اهتم بزاف الحوايج الاستعمار، شحال من حاجه، ولكن لقينا بان اكثر كلمه، يعني احنا هنا كنبين لك العمل الجغرافي، الانتقال ديالنا من التاريخ الجغرافي كان من خلال هذه المبيانات. يعني انك باش تجي عند انسان في البدايه، انني مثلا نجي عندك استاذ ونقول لك هذا كتاب ديال التاريخ، راني ممكن نجبد لك منه شي حاجه جغرافيه، انت غادي تتفاجئ، غتقول لي وريني قدراتك، يعني بحال كتحداني. بما ان هذا المبيان بغيت نبين لك بانني خرجت الجغرافيا من واحد العمق تاريخي، من رحم التاريخ قال الاستاذ. يعني انني هنا كنبين لك بان من خلال هذا المبيان ذكرنا المغرب، لحقاش كنتحدثوا على المغرب، تبين لنا بان المغرب بحسابات دقيقه من خلال الاكسل، منين جمعنا لقينا بان المغرب تذكر 30% مقارنه مع الدول الاخرين. يعني نعم المنهجيه سي عيشة. استاذ عافاك الله يخليك، اسمح لي كاضافه ما يمكنش تفوتنا هكاك. مثلا ملي كنرجعوا لخريطه الحومات كنلقاو القصبه خدات حصة الأسد. ياك ما هي حيت الحومة ديالو أستاذ ديالكم. لا لا هادشي قالو، هادشي قالو المؤلف غاستون دي فيردا. لا أنا فقط تيطر أقصد. إذن كيف ما قلت الحومة ديال القصبة ذكرات أكثر من مرة في الكتاب، وهادشي ما جاش عبثا، لأن هاد الذكر ديالها راجع لأن القصبة لوحدها كانت تشكل مدينة حقيقية، وذلك يرجع إلى كل ملحقاتها وصورها المحصن ومسجدها الجامع وكل المنشآت اللازمة لعمل حكومة مركزية بما في ذلك قصر السلطان ومتعلقاته المعتادة والكثيرة. نعم المنهجية سي عيشان، حتى هذا العملية ديال الإحصاء كتتطلب يعني قراءة متأنية لجميع صفحات الكتاب والتبويب ديال المصطلحات. إذن المنهجية كانت على الشكل التالي، ربما تنتمنى أنكم تفتحوا ذاك الأورديناتور تاعكم باش يشوف سي أنس حتى العملية، وربما باش من بعد ملي بغيو نوصفوا غادي يلقى هو الطريقة كيفاش غادي يوصف. عندنا أولا أعطيناهم الكتاب من أجل الفهرسة نتاعو، وباش يقوموا بهذه العملية أعطيتهم كتاب يقرأوا حول صناعة الفهرسة هو الأول. نعم. باش يفهموها بعيد على الكتاب، ما معناها، كيفاش كتشتغل، الأهمية نتاعتها، الدور نتاعت اللي كتقوم الفهرسة إلى، ففهموا بأنها هذا علم قائم الذات. نعم. وثم أنها مهنة، إذن هل الأولانية. بالتالي إحنا عندنا غاستون دو فيردان ملي كتب الكتاب نتاعو نتاع الكتاب ديالو هو فهرسو، قالي الفرصة نتاعو، بحيث انك ملي كتبغي شي كلمه كيمكن لك تجي للخر نتاع الكتاب نتاعو كتلقى الفرصة بالصفحات، كتمشي لاباج بالصفحات، ملي تترجم الكتاب ما كايناش الفرصة. اذا دابا بالتالي الا بغيت نقرا انا بالعربيه غادي تجيني معاناه، غادي تكون معاناه. اذا تيخصني نقوم بالفرصة نتاع هذا الكتاب هذا باش يمكن لي نسهل هذه العمليه. جميل. في هذه الحاله شنو اللي لاحظنا بان الفرصه نتاعت دو فيردان في حد ذاتها كانت ناقصه بارابور الكتاب نتاعو. حنا كنفهموا بان في ديك الوقيته ما كايناش التكنولوجيا اللي كتساعد. الان عندنا تكنولوجيا مساعده، فطلبنا منهم باش يعاودوا ياخذوا كلمه بكلمه الكتاب كلمه بكلمه، ومن بعد كيحيدوا منه فقط ديك الروابط ودوك الكلمات البديهيه اللي هي عامه جدا. اما كل ما يتعلق بمضمون الكتاب فتمت اكسلته، الا بغينا نقولوا هذا مصطلح اول مره تيخرج. اكسله نسبه برنامج اكسل، هذا اول مره كتخرج هذه الكلمه هذه. اذا بالتالي من بعد قاموا بتقسيم الكتاب بيناتهم هما خمسه، وخداو كلمه بكلمه. من بعد داروا حقول، كل حقل مثلا حقل السلاطين، حقل الابواب، حقل المساجد، حقل كل الود الى كل حقل عطوه رقم، حقل القبائل، حقل الى 56 حقل، 56 حقل، وهاد 56 حقل في وسط منها خداو فين كاين اش من صفحه اش من سطر،
وشنو كيعني؟ واش كيعني؟ ثم من بعد في اطار اش كيعني في السياق نتاع الكلمه وبالتالي كيف ورد، ومن بعد كيحاولوا يديروا واحد الخانه خاصه بالمفاهيم نتاعتهم هما، تيمشيو تيزيدوا هما يبحثوا اشنو كتعني اما عن طريق الانترنت ولا معاجم او شيء من القبيل. وبالتالي تتولي عندنا الكلمه اي كلمه كتجمع، وملي كنديروا الفلتراج كتولي عندي جميع هذا الفلتراج. الفلتراج شنو هو؟ التصفيه ديال الكلمات الوارده في الكتاب في جميع الاماكن في الجزئين كيف ما كان. وبالتالي ملي تيقولوا لك تذكرت عندنا القصبه 119 المره، فتيمكن لينا نشوفوا جميع المواضيع اللي تطرق اللي تذكرت فيها القصبه، اما على مستوى مثلا الحفلات، اما استقبالات، اما قرارات سياسيه الى غير ذلك من اشياء، اما بناء، اما ابواب الى اخره. وبالتالي كتولي كتفهم وكتقرا الكتاب ديك القراءه السريعه وكتمشي مباشره للمعلومه. وحنا بالنسبه لنا في زمن المعلومه، فبالتالي هذا تنعتبره اول عمل اللي بصراحه يعني الطالبات في الاول كانوا متخوفين، ولكن حاولت باش نشجعهم والحمد لله الان وصلوا لهذه النتيجه هذه، علما علما بان البعض لا يعتبروا عملهم بانه في مستوى العمل اللي هو تقليدي. احنا متفقين لا من طرف الاساتذه ولا من طرف الطلبه، يعني يتناقضوا لنا هذا الكتاب بزاف، هذا البحث ديالنا اللي خدينا هذا العام، ولكن يعني هذا لا جديد. نعم فوالا، لانهم معتادين، الناس معتادين على تيخصني ناخذ انتاج صناعه كذا ولا مرتبط بالموارد المائيه في كذا. كما قالنا الاستاذ عيشان كبرات صغار، يعني بينا المجهود ديالنا وبينا الناس كل شيء اننا احنا قدينا على المسؤوليه اللي تعطاتنا. نعم الى اي حد يعني الانتقادات بين قوسين اللي توجهت للبنيه الكليه لهذا البحث القيم، الى اي حد هذه الانتقادات تتبان لكم بانه اما واجهه او غير واجهه؟ فين تيكمن الضعف ديالها او القوه ديالها؟ نعم هذه الانتقادات بالنسبه لنا حنا غير واجهه، لاننا حنا من خلال الاطلاع ديالنا على الكتاب اكتشفنا الاهميه ديالو اكثر، ومازال الناس ملي غادي يكتشفوا الخدمه اللي خدمنا والنتائج اللي خرجات غادي يتاكدوا اكثر. هما كيبنيو دوك الانتقادات على جهل لا بعلم الفهرسه ولا حتى بعلم الجغرافيا. نعم قدرنا، ولكن حنا كنقولوا اليوم هنا من اليوم من هذا المنبر كنتحداو اي واحد انه يدير داكشي اللي درنا وما يحس براسو انه دار شي حاجه مهمه كتفيد الساحه العلميه ككل. حنا اليوم كنقولوا لهم يطلعوا على العمل ديالنا، يشوفوا اشنو اللي درنا واشنو اللي خرجنا، يعني ديك القيمه ديال الكتاب لدرجه انه تيقول لنا كتاب 10 كيلو غاديين بها جايين بها لافاك، ولكن ديك القيمه غنيه وغنيه جدا. اكيد هذا الاطار هذا، يعني كان عندنا واحد المشروع ديال كيتسمى الحلال المراكشيه على ذكر الموشية مع الجمعية نتاعنا، لأنه غادي نتبناو إن شاء الله هذا البحث هذا باش يمكن يتطور ويخرج كتاب مكمل لكتاب غاستون دو فيردان في الترجمة نتاعته العربية، وربما غادي نكونوا في هذه الحالة مدينة مراكش قدمت خدمة لهذا الباحث اللي هو قدم خدمة كذلك للمغرب في المدينة في الوقت نتاعو، وكذلك نفتحوا مجال وطريق جديده لفهرسه كتب اخرى. يعني لماذا لا مثلا الطلبه اللي غادي يجيو من بعد يعاودوا يشتغلوا ويصحجوا هذا الطريق هذه ويتطوروها اكثر. هذا عاد تكون ربما شي حاجه مهمه جدا. وثم اكثر من ذلك ان التلخيص اللي قاموا به ديال الكتاب في بضع صفحات هذا كذلك يغني العمل تاع الطالبات. الاختيار ديال الكتاب سي عيشان اكيد على انه الاختيار دائما غير بريء. نعم. يعني المسوغات اللي خلاتك كاستاذ مشرف على انك تاخذ هذا الكتاب وليس كتاب اخر. بالنسبه لي انا يعني الكتاب نتاع دو فيردان في البداية بعدا كان عندي أنا معاه مشكل، لأنه كنت كنسمع به وما عنديش. نعم. النسخة الفرنسية في حد ذاتها. نعم. القديمة، وكنت كنعاني باش تنقرا القراءات على الكتاب. نعم. أو السماع على الكتاب. فمن بعد ملي حديت النسخة اللي هي استنساخ ماشي غير نسخة. نعم. على أيين وقريته فهمت بأنه كتاب جد مهم، فيه بعض الأشياء اللي هي قابلة لإعادة النظر نظرا للظرفيه اللي تكتبت فيها، وكان عندنا واحد العمل كانت واحد المعلمه تاريخيه
اللي ذكرها دو فيردان، ذكرها دو فيردان، ومن ذاك العهد تم نسيانها ودخلت عالم النسيان اكثر من 40 سنه وهي منسيه. اللي هي مخازن الحبوب اللي كاينه في جنان العافيه. وبالتالي ملي رجعت تنقلب على شكون اللي كتب على كذا ما تلقات حتى حد، حتى تلقاها فقط عند دو فيردان. ومهم كتعرف اين دولة كانت هذه المخازين؟ في عهد العلوي، علوي سيدي محمد بن عبد الله علائيا. وهي سميتها ارشيتكتور هندسه دنماركيه، وواحد العدد ديال الاشياء اللي تاريخ مهم جدا واللي تنسى. فبالتالي هاد النوع من الاشياء اللي وارده في كتاب في هذا الحجم هذا كتخلينا نهتموا اكثر بهذا الكتاب. وبالتالي مثلا ملي كتجي كتلقى بعض الاسماء على بعض كي قالوا البنات ديال الابواب تمراكش، نعطيك مثلا باب طلهبط، باب الريح، انا بالنسبه لي كندوز منها تقريبا يوميا، ولكن ما كنلصقش السميه على الباب. فهمتي؟ كاينين اشياء، كاينين بعض الاسماء اللي جابوها لي فاش كنت كنصحح ردوني 40 سنه اللور تقريبا ولا اكثر. فبالتالي مثلا باب بوعكاز ملي سمعتها اول مره دونك الذاكره نتاعتي رجعات بواحد الشكل كبير. وتنتمنى هذا الفا هذا اللي وقع ديال زعزعات الذاكره تكون من نتائج العمل ديال الطالبات نتاعنا. وفي هذا الاطار صوبنا واحد جوجل درايف اللي صيفطناه، راه وصل لك انت ربما ما حليتيش ربما الايميل نتاعك، واحد الاستماره اللي طلبنا من الناس وخصوصا الناس المراكشيين باش يعرفونا واش فعلا كيعرفوا هذه الابواب هذه ولا ما كيعرفوهاش، باش حنايا بالنسبه لنا نحاولوا ان شاء الله نديروا واحد الريبرتوار خاص بهاد المعالم التاريخيه. يمكن يكون يعني تتعلق بملف الابواب، ملف المساجد، ملف السقايات، الى اخره، واحد العدد ديال الاشياء اللي كيخصها تخدم وتعاود تخدم وكل واحد يحاول يدير فيها شي حاجه. نعم، على ذكر الكتاب غاستون دو فيردان هو كذلك اعتمد على واحد الترسانه كبيره وقويه ديال المراجع. نعم. واش الاخوات في البحث ديالهم ما توقفوش عند المراجع اللي اعتمد عليها دو فيردان؟ هذا مرحله هذه تجي من بعد، هما خداو بعض المراجع ولكن هذه جايه عندهم من بعد. نعم. لان هما دابا امنوا بالكتاب نتاعهم، قال لك واخا نجحنا وبغينا نزيدوا نكملوا وبغينا نبقاو خدامين في هذا البحث. قيم وصراحه بحث قيم فوالا، وهذا ربح، لان ملي كتجي كتلقى الطالب كمل وسميتو وباقي عنده الشغف، وباقي عنده الشغف، هذا هو الربح الكبير ديال الاستاذ. فوالا. اكيد اكيد. على ذكر لي ماستر والاجازات، واش في الابحاث ديال الماستر ما تناولتش في ابحاث سابقه هذا المرجع هذا؟ لا، كاين اللي خدم عليه ولكن بهذه الطريقه هذه نتاع الفهرسه نتاعته لاول مره. نعم. هذا حسب علمي لاول مره، وبهذه الطريقه ربما لاول مره حتى في المغرب بهذه الطريقه. نعم، يعني كاين فهرسه كتوقع، ولكن الطريقه باش اشتغلنا حنايا برؤيه نحول يعني الكلام التاريخي الى الاليات العمل. نعم. الجغرافي هذا ما تدرش. يا ريت يعني كل وحده على حده تتكلم لينا على المشاكل اللي حسيتوا بها وانتم كتتناولوا العمل بعد ما اتفقتوا على يعني المنهجيه والطريقه ديال الاشتغال. اشنا هو خلاص يعني المشاكل، يعني هكا رؤوس اقلام، المشاكل اللي كانت فعلا كانت كتعترض الطريق ديالكم في الخروج بخلاصات. قبل منها بالنسبه لي انايا دو فيردان ما كنتش كنعرفو في وجهه. من حسنات هذا البحث هذا هو اننا اتصلنا بصوره. نعم. تاع دو فيردان. نعم. انا بالنسبه لي ما كنتش كنعرفو نهائيا. نعم. وهذا من حسنات هذا البحث. ربما في محمد الخامس لقاو شي صوره من الصور ديالو. ما عرفتش. معاه هو داز. داز يمكن. المهم يعني هذا كنشكرو السي رابطة الدين في هذه المناسبه هذه لانه هو اللي مدنا في هذه الصوره هذه. نعم. مشاكل. من المشاكل او الصعوبات اللي واجهتنا في هذا البحث هو انه بحث جديد كيف قال الاستاذ عيشان، يعني ما عندناش واحد الاليات، واحد لاباز اللي نبازيو على البحث ديالنا،
ما كايناش. ومن الصعوبات كذلك انك خصك دير واحد العمليه استقصائيه انتقائيه للكلمات، يعني ما تجيوش تخدم عبثا. صنفنا الكلمات الى حقول، وخصك كل كلمه ديرها في الحقل المناسب لها، اضافه الى انك تطلب واحد العمليه ديال التركيز كبيره، وكتاخذ واحد الحيز ديال الوقت اللي هو كبير شويه. نعم. بالنسبه للاضافه الاخت دنيا، انه ملي كنا كنخدموا الحقول كنا مثلا كنلقاو مثلا كنبداو ندوزو على الاكسل وكنلقاو كل كلمه مثلا وكنبداو نقفوا، خصنا نديروا ليها الحقل ديالها لدرجه اننا يوميا عند الاستاذ عيشان باش نقولوا لي على كلمه واحده واش نديروا لها حقل او لا، ولا لا، ولدرجه انه كان كيردنا ونعاود عاوتاني باش نديروا باش نصيبوا الحقل يكون مضبوط، وباش منين نديروا اننا نسيليكسيوني واحد الحقل خصو يكون مضبوط وتطلب منا مجهود كبير كما قلت، لدرجه انه كل كلمه وحده كنجيو عند الاستاذ عيشان باش نتناقشوا فيها ونتحاوروا فيها بزاف، طلب منا الوقت عاد باش نديروا لها الحقل ديالها. على ذكر الحقول والبرنامج اكسل، هل هو برنامج اوتوماتيكي ولا لا فقط لا البرنامج الاكسل العادي. يعني درتو مثلا كل صفحه فيه كان خاصه بحقل من الحقول. نعم. وهذا عندنا دابا الان مشروع ان شاء الله اللي غادي نحاول نشوفوا شي تكنيسيان اللي كيفهم في هذه الامور هذه، باش يمكن ديك الساعه يخرج في السي دي انتراكتيف. نعم. وهنا غادي نسهلوا على القارئ. صحيح. وغادي يولي الكتاب متداول بواحد الشكل كبير بزاف، غادي نقدموا خدمه للكتاب في حد ذاته، وغادي نساهموا في القراءه وفي نفس الوقت كسب الذاكره وفي الوقت هو اللي اهم شيء. نعم. نبقاو في الاكراهات والمشاكل. ما كانوش شي مشاكل كبار، غير حيت ان الاكسل هو اللي خدا لنا مده كثيره. باش تتعلموا نتوما الاكسل، الكلمات الاحصائيه نتاعهم اللي حصينا 28000 كلمه، 22940 كلمه اللي طابت في الاكسل بالصفحان ديالها وبالسطر ديالها وبالشرح ديالها. يعني هذا هو اللي خدا لنا مده كبيره، ولكن مع ذلك ان البحث ملي خرجناه ما خداش لنا شي مده كثيره. انا كان عندنا مشكل غير في الاكسل في الوقت. نعم. نعم. بالنسبة قبل قليل سي عيشان تكلم على فتحي الحاسوب ديالك، إلى ممكن تعطينا فكرة. أنا فتحت الحاسوب. خرب هذا باش تشوف. بون، أمامي البرنامج إكسل. نعم. هذا البرنامج ديال إكسل طبينا فيه، يعني حررنا فيه جميع الكلمات اللي في الكتاب من غير روابط. نعم. هاد الكلمات الاحصائيه ديالو هي 22000 كلمه و940. نعم. يعني اي كلمه في الكتاب تكتبات في الجزء اللي كتوجد فيه وبالصفحه ديالها وبالسطر، وحنايا حنايا شرحنا كل كلمه. نعم. وخدمنا الحقل باش هنا فين كنبينوا هاد الحقول، وانتم ما اللي بينوا لنا العمل الجغرافي ديالنا فين. نعم. وهذا من الإكراهات ومن المشاكل. أعطينا مثلا مثال. مثال تاع باب تغزوت، شنو درتو على باب تغزوت؟ شي وحده تهضرنا على مثال تاع باب تغزوت، شنو؟ خذي باب تغزوت. باب تغزوت. بالنسبة من كنا كنطبيو، يعني أننا خدينا بما أننا خدينا درسنا الأبواب الحومات أي المساجد، ارتئينا أننا نذكرو كمثال في البحث ديالنا الخاص الحومة ديال ذكرنا باب تغزوت. بالنسبة لأن حومة باب تغزوت منين كدير فيلتري باش تعرف شحال من مرة تذكرت، يعني أنت باش ما يبقاش عندك داك الإبهام شحال من مرة تذكرت باب تغزوت، كيكون عندك الرقم مضبوط. ها أنت منين كتحسب كتلقى 7 المرات تذكرت باب تغزوت، ولكن كل مرة كيفاش تذكرت، يعني أنا كنعطيك الصياغة في الكتاب ديال دو فيردان كيفاش جات. لقينا بان هاد الحومه ديال باب تغزوت تذكرت في الكتاب 7 المرات. مثلا عندك في الصفحه 145 السطر 6 كتمشي ديريكتو للسطر 6 الصفحه 145 كتلقى بانها وردت في الكتاب كباب من الابواب المشكله لسور مدينه مراكش. كذلك انها كنلقاوها تذكرت في الصفحه 307 في السطر 11، واوردها الكاتب بهذه الصفحه للدلاله على المقبره التي كانت تحمل نفس الاسم، يعني مقبرة باب تغزوت، كما ورد ذكرها في الصفحة 635 بالسطر 16. وارتبط ذكر الحومة بحومة باب تغزوت يعني في هذه الصفحة بضريح سيدي بن سليمان. جميل. اذا يعني بالتالي بنت العيون كتكلم على مراكش بهذه الطريقه، هذا ريب نتاعنا حنايا. بانها تذكرت بالنسبه لهذه الصفحه باش انني هذا الضريح باش نعطي الفقره يعني كيفاش جات في الكتاب، كيقول لك دفن اولا في مقبره باب تغزوت قرب ضريح سيدي ابي العباس. نعم.
ومثال آخر: وفي يوم الجمعة الموالي يسيرون إلى ضريح سيدي ابن العباس عبر باب تغزوت. نعم. وإذا دابا جميع، وبالتالي لابد نكون موضوع على شي حاجة تتجمع، وعاد كنقلب على الأشياء الأخرى من مراجع أخرى إلى آخره. غادي نتوقفوا عند هذا الحد إذا سمحتوا أعزائي المستمعين، على أمل استكماله في حلقة الأسبوع المقبل. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. شكر خاص للزميلين الأخت سعاد بوزيان والأخ رفيق المعطي على مستوى التوثيق. هذا أنس الملحوني كان من وراء الميكروفون كيحييكم. لكم مني كل الحب. إلى اللقاء. الحومة القديمة، حومة الرجال والنساء الخيار. الحومة القديمة، حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة، ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم.